تشارك سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في أعمال المنتدى النسائي الأوراسي الثاني الذي افتتح أعماله بمدينة سانت بطرسبرغ في روسيا، والهادف إلى توطيد وتطوير التعاون بين القيادات النسائية من أجل معالجة التحديات العاجلة وتعزيز جو من الثقة والتفاهم المتبادل في عالم قائم على القيم العالمية للإنسانية والحقوق والكرامة. وتمثل الأنصاري مملكة البحرين في هذا المنتدى الدولي جنبا إلى جنب مع مشاركات يمثلن أكثر من 100 دولة من دول العالم من الشخصيات البارزة عالميا في مجال قضايا المرأة. واستبقت الأنصاري افتتاح أعمال المنتدى بعقد اجتماع مع السيدة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ناقشت خلاله أوجه تعزيز التعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف قضايا المرأة. على صعيد ذي صلة، عقدت الأستاذة الأنصاري اجتماع عمل ثنائي مع سعادة السيدة غاليا كاريلوفا نائب رئيس مجلس الاتحاد الفيدرالي للجمعية الاتحادية للاتحاد الروسي، والتي اطلعت من الأستاذة الأنصاري على لمحة عامة عن التقدم الذي تحرزه المرأة البحرينية في مجالات مختلفة. هذا ومن المقرر أن تعقد الأستاذة الأنصاري اجتماعات مماثلة على هامش أعمال المنتدى مع شخصيات بارزة من المسؤولين والمشاركين فيه، كما ينظم المجلس الأعلى للمرأة ضمن أعمال المنتدى جلسة رفيعة المستوى بعنوان المبادرات العالمية في مصلحة المرأة.